اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مرحبا بخير الأشهر، مرحبا بخير من ولد فيه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الأيام المباركة والأيام الفضيلة التي ننتظرها طوال العام لكي تأتي، عندما تأتي تأتي بالنور والضياء والبهجة والسرور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وإن شاء الله تعالى نحتفل بنبينا على أرقى مستوى وأكبر مستوى بإذن الله تعالى، فعالية ومهرجان وأيضا احتفالية تليق بخير خلق الله نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما أيضا نبارك تدشين وافتتاح قناة المولد النبوي، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن تكون مستمرة طيلة العام، مش حصرية على مهرجان المولد. نتمنى من القائمين على القناة أن تكون مستمرة، لأنها فعلا بتنقل لنا المهرجان بكل ما تعني الكلمة من البداية وحتى نهاية المهرجان. صلوا على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوكم الفنان طارق السفياني. أنت قائدنا، أنت أسوتنا يا رسول الله، يا حبيب الله.